السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساءكم. معنا جهاز سامسونج A03S، نعمل له تخطي لحساب جوجل. يا ريت بالبداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول شيء يا جماعة راح أترك لكم رابط في الوصف اللي هو رابط الملف اللي راح نستخدمه خلال عملية فتح الجهاز. طبعا الملف راح يطلع لك بالشكل هذا لما تنزله، بتفك الضغط تبعه وبيطلع معك بالشكل هذا. تفتح الملف، تفتح اس بي تولز وتشغل ملف الاس بي تولز. بس يشتغل معك الملف بالشكل هذا، بتوجه للخيار الثاني، بتروح على الملف اللي انت نزلته الاساسي وبتختار الملف الثاني، وهون بنختار هذا الخيار انتك. هيك خيرنا جهزنا الخيار الاول. بنروح على فورمات، من هون بنختار مانيوال وبنمسح الارقام هاي الموجوده هون، بتوجه للملف خيار ثاني، نختار هذا الملف باك اب، بنفتحه، بنروح على الرقم الموجود هون بننسخه، بنعمل له لصق بالخيار الثاني هون، بنعمل له لصق. هيك خلصنا الخيار هذا. برضو نرجع باك، نفتح هون الخيار الاول والاول، ونفتح هاي الاداة. هاي الاداة ممتازة للام تي كي، بتقدر تستخدمها لكل اجهزة الام تي كي حولك، من الاوتي لوضع الام تي كي. الاداة بتفتح بالشكل هذا. هلا الخطوة الاولى خلصناها، هلا نتوجه للجهاز. في عندنا هون نقطة تيست بوينت فوق الكاميرا، النقطة هاي بنشبكها مع هذا الحديد الشخصي هون عن طريق ملقط حديد، وبنشبك سلك الداتا بنفس الوقت. لو اجينا على التليفون، اجينا على التليفون بالشكلات، نشبك، نتأكد ان الجهاز مطفي، بشيل البطارية وبرجعها، وبشبك النقطة مع النقطة، وبشبك سلك الداتا. نفتح ديفايس مانجر عشان نتأكد انه الجهاز هون على الكم شبك. بفصل الجهاز من الكيبل وبرجع برجعه، وبشبك النقطتين، وبشبك سلك الداتا. زي ما شفتوا اعطى هون ميديا تك يو اس بي بورت، هيك الجهاز شبك. بنزل هاي وهاي، برجع على الاداة هون، بضغط على باي باس مباشرة. مجرد ما طلع لي هذا الكلام هيك اخذ الباي باس. بس بروح على هاي الاداة الفلاش تولز وبعمل ستارت فقط لا غير. بس مجرد ما اعطاني اوكي، مبروك عليك الجهاز فتح. برجع بشيل سلك الباور بطارية وبرجع برجعه وبشغل الجهاز. هاي هي الطريقة فقط لا غير. الملفات راح اترك لك اياها بالوصف. ومعلش عشان الكاميرا عندي مشكلة في الكاميرا في التوصيل، هلأ بيشتغل معنا البرنامج. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. انا بحب الفيديوهات تكون سريعة. التست بوينت سهل يا جماعة، بتوصل النقطتين بس، النقطة هاي مع النقطة هاي بملقط حديد بس. بتشبك الكيبل لما تسمع، لما تشوف التعريف يشتغل معك تمام، تعمل الخطوتين اللي عملتهم بعديها مباشرة. زي ما انتم شايفين الجهاز هيو بفتح، الامور طيبة. طبعا اندرويد 11 12 13. زي ما شايفين تليفون فتح وما في اي مشاكل والامور طيبة. يا ريت لو عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة.
ما بحب الفيديوهات الطويلة يا جماعة، بحبها مختصرة سريعة. وانا يا جماعه عندك مجموعه فيديوهات هنا يعني راح تستخدمها كصاحب محل، راح تعجبك وتفيدك في هاي البرامج. بس نكمل ليفتح التليفون. زي ما انتم شايفين يا جماعه هيك فتح التليفون، الأمور طيبة. نراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.